بص انا عايز اقول لك معلومه حضرتك عنها، انا رد فعلي غير رد فعل حضرتك. ممكن ان حضرتك الموضوع الغلط والصح ده موضوع نسبي، انا اللي انا اشوفه صح ممكن حضرتك تشوفه غلط، فانا ما اقدرش ارد نيابه عن فنان تاني. ممكن انا اشوف حاجه صح هو يشوفها غلط، والعكس تماما، انا اشوف حاجه غلط هو يشوفها صح. انا اسف، مش بس بهرب من السؤال، انا ما اعرفش هو ظروفه ايه او كان بيحس بايه او بيفكر في ايه، فانا ما اقدرش ارد نيابه عن فنان. انما تقدر تسالني عن اي سؤال يخصني انا اقدر اجاوب حضرتك، لان ده هيبقى شيء حاجه علاقتي بالفانز يعني مثلا علاقتي بالفانز علاقه جميله، علاقه فيها محبه، علاقه فيها تبادل من الحب. يعني انا دايما بقابل الناس وانا بحس ان حد جاي عليك بيكن لك حب، هو مش عايز منك اي حاجه، هو بيحبك، هو عايز يتصور معاك عشان يتباهى بصورته معاك. فاذا انت مش هينفع تديله حاجه غير حب، جاي بحب فلازم تديله حب. ده اللي انا اقدر